طيب هنكمل ان شاء الله بقيه الموضوع بتاعتنا النهارده. الحاجه بس اللي احنا نسينا نقولها في الدي اتش سي بي كانت حاجه صغيره جدا، بس الدي اتش سي بي خليك فاكر دايما ان هو بيشتغل يو دي بي كونكشن على بورد 67. خلاص دايما دايما خليك دايما فاكر ان الدي اتش سي بي بيشتغل يو دي بي، ودايما بيشتغل على بورد كام؟ 67. تمام كده؟ طيب ننقل بقى على الموضوع الجديد بتاعنا. هنتكلم في الموضوع الجديد بتاعنا دون على الايس كازي. حد فيكم سمع عن الايس كازي قبل كده؟ ممتاز. بص يا سيدي، تخيل انا عندي سيرفر موجود هنا. خلاص السيرفر اللي موجود عندك ده لوكالي، تفتكر اكبر عدد من الديسكات ممكن تضيفها عليه كام؟ اكبر عدد من الديسكات ممكن تضيفها على السيرفر ده قد ايه؟ 8 ديسكات، 16 ديسك، 24 ديسك. انا شفت سيرفرات اتش بي على 24 ديسك. خلاص، فانت في عندك مشكله. اولا ان عدد الديسكات بتاعتك دي ليميتد، العدد نفسه ليميتد، مش كده بس، البرفورمانس بتاع الديسكات دي هيكون ايه؟ ها البرفورمانس بتاع الديسكات دي هيكون ايه؟ طب لو انت عايز سيرفر واحد يكون عليه 50 تيرا، 100 تيرا، 500 تيرا. فالناس فكرت، طب ما انا يا عم، طب ما اصلا الاستورج سوليوشنز الكبيره اصلا موجوده. خلاص بتروح تجيب كده راك كامل، والراك ده مليان سلوتس كده من هنا ومليان ديسكات. مش كده بس، الديسكات دي كلها على بعضها كده ممكن نضربها كده في الخلاط ونطلع ستورج بول كبيره جدا، ونبدا نشير لكل سيرفر لوحده ايه؟ الاستورج دي. دي حاجه كده اسمها شيرد ستورج. بيكون هي عندك ستورج واحده، والستورج الواحده دي في اكتر من سيرفر ها بيأكسسها. مش كده؟ طيب الناس فكرت الفكره دي لمجموعه اسباب، من اهمها ان دايما الستورج بتاعتك كلها موجوده فين؟ ها موجوده في مكان واحد، ده رقم واحد. بس بتتأكسس منين؟ من اكتر من سيرفر، ده ممتاز. الحاجه الثانيه ان انا مش لازم اشتري لكل سيرفر، او ان انا اجيب هاي اند سيرفر. يعني ممكن اجيب ها لو اند سيرفرز، سيرفرات صغيره جدا فيها 4 سلوت 8 سلوت بس، بس مش هحط عليها ديسكين بس، وفي نفس الوقت هخليها تشوف الاستورج منين؟ من الشيرد ستورج اللي موجوده عندي دي. هخلي الشيرد ستورج دي سعرها عالي مفيش مشاكل، بس هزود البرفورمانس بتاعها بشكل كبير جدا، وهزود الحجم بتاعها بشكل كبير جدا. بعد كده بدل ما اخلي سيرفر واحد عليه كل سيرفر له الاستورج بتاعته الخاصه بيه، وانا عندي 500 سيرفر ولا عندي 300 سيرفر، لا هخلي 300 سيرفر ياكسسوا مين؟ ها الشيرد ستورج. خلاص. طبعا ده هيفيدني في سيناريوهات كتير جدا، اشهر سيناريو منها ان انت يكون عندك فيرتشوال ماشينز راننج. لو عندك فيرتشوال ماشينز وعايز تنيبل فيتشرز مثلا زي الهاي افيلابيليتي، في الحاله دي محتاج ان كل السيرفرات تاكسس نفس الشيرد ستورج في نفس اللحظه. خلاص، ففي الحاله دي لو الاستورج بتاعتك لوكال للسيرفر، انت كده عمرك ما هيكون عندك هاي افيلابيليتي بالنسبه للفي امز دي او الفيرتشوال ماشينز اللي موجوده دي. دي في حد ذاتها مشكله. لو الاستورج لوكالي عمرك ما هتحقق حاجه زي كده، ويبقى الموضوع السيناريو بالنسبه لك انتهى بشكل مطلق، ملوش اي لازمه. تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب عشان تعمل حاجه زي كده اتعملت امبلمنتيشنز كتيره جدا. خلاص امبلمنتيشنز كتيره. بص هتلاقي منها مثلا اتعمل بروتوكولز زي الفايبر شانل. خلاص، وزي الفايبر شانل اوفر ايثرنت او اشهرهم يعني.
وبعد كده نمسح الكلام ده بس كله. بسبب ما برضو ماشي. طيب عندي زي ما قلنا هيكون عندي شيرد ستورج كبيره جدا ومجموعه سيرفرات بتاكسس مين؟ بتاكسس الشيرد ستورج دي. عشان يتعمل الشيرد ستورج دي اتعملت مجموعه بروتوكولز اشهرها الفايبر تشانل والفايبر تشانل اوفر ايثرنت وال ايس كاز. خلاص سنين كتيره جدا من 2008 تقريبا والفايبر تشانل كان مسيطر على السوق. في حوالي 2011 2012 بدا يظهر الفايبر تشانل اوفر ايثرنت خلاص، والايس كازي بدا يظهر مره ثانيه للسوق من 2013 تحديدا، بدا يظهر بشكل كبير. وايس كازي كان موجود كل الفتره اللي فاتت دي بالمناسبه، بس ما كانش له شهره كبيره جدا في عالم الداتا سنتر لمجموعه اسباب ممكن نتكلم عنها. يعني مثلا الفايبر شانل وقتها كان في عباره عن كده عن كروت جايه لك خلاص. الكروت اللي كانت بتيجي دي كانت بتديك وقتها 2 جيجا و4 جيجا، ولما وصل ل 8 جيجا كان اختراع. حاليا الفايبر شانل النهارده ممكن يوصل معاك ل 16 جيجا خلاص. يعني اللينك ما بين السيرفر ده وما بين السويتش اللي واصل في النص عشان يروح للستورج كان بيبقى 16 جيجا، وطبعا ده كان اختراع وقتها ولحد النهارده كمان. الفايبر شانل اوفر ايثرنت ده كان عباره عن كارت عادي جدا بيستخدم الايثرنت نت تكنولوجي مع الفايبر شانل. يعني مش لازم تروح تشتري ايه ها ديديكيتد سويتشز عشان تانيبل الفايبر شانل اوفر ايثرنت، وعشان كده كان مهم جدا. الفايبر شانل لازم تروح تجيب له حاجه اسمها ساند سويتشز عشان تشغله، فاهم كده؟ الايس كازي بقى، والايس كازي حدوته، الايس كازي بيستخدم الاي بي ترانسبورت ماشي، او بيستخدم الاي بي نتورك العاديه خالص، السويتشات العاديه والانترفيس العاديه جدا كبروتوكول عشان يتكلم مع السيرفر ده. معنى كده ان لو عندك اصلا انفراستراكشر موجوده سويتشات عاديه جدا مش ساند سويتشز، سويتشات عاديه ممكن تستخدمها عشان ايه؟ ها تشغل الايس كازي. طيب الايس كازي بكل بساطه اللي بنبدا نتكلم عن حاجه من اسمه كلمه سكازي اصلا كانت اختصار لسمول كمبيوتر سيستم انترفيس. ايه سمول كمبيوتر سيستم انترفيس دي؟ سمول كمبيوتر سيستم انترفيس دي بكل بساطه هي اللغه اللول او اللانجوج اوف لاف زي ما بيقولوا يعني الناس بتوع النتورك، اللي كانت بتستخدم عشان عندك سيرفر والسيرفر ده فيه ديسك جواه عشان السيرفر يكلم الديسك ده لوكالي خلاص. اللغه دي كان اسمها السكازي خلاص. يبقى دي اللغه اللي كانت اي سيرفر بيحاول يتكلم مع الديسك لوكالي اتاتشد جواه بيتكلم باللغه دي. طب ايه الايس كازي بقى؟ الايس كازي قال لك بس ثانيه واحده، انا هخلي اللغه دي اعمل لها ترانسبورت اوفر انترنت او اوفر اي بي، ومن هنا جه المصطلح اللي اسمه ايس كازي. ايس كازي مصطلح انترنت خلاص، او في بعض الكتب بيسموها اي بي ايا كان الاسم. الاشهر انترنت طبعا، انترنت سمول كمبيوتر سيستم انترفيس خلاص. وشهرته جت من ايه؟ من انه يستخدم الاي بي نتورك العاديه عشان يبدا ينقل السكازي كوماندز نفسها خلاص. السكازي دي عباره عن سكازي كوماندز، عباره عن لانجوج كده بس بتستخدم عشان تنقل او تبقى تكتب الداتا على الديسك. وزي ما قلت لك كانت بتستخدم بشكل لوكالي فقط ماشي.
عشان تبدأ تنقل الأوامر دي over IP لإيه؟ ها؟ من سيرفر أو من مكنة لمكنة تانية، عشان المكنة التانية دي تبدأ تنقل الأوامر لديسك attached locally بيها. يعني بكل بساطة، بكل بساطة اللي هيحصل عندي كالتالي: أنا عندي مكنة عليها ديسك، هوصلها بمكنة تانية، الديسك ده هيظهر كأنه locally attached هنا. الديسك ده فعليا موجود فين؟ موجود الناحية دي، لكنه هيظهر كأنه موجود هنا. هستخدم ده ازاي او هعمل ده ازاي؟ عن طريق الايس كازي بروتوكول. خلاص، الايس كازي بروتوكول بيتكون من جزئين: الجزء الاولاني اي او الانترنت او الاي بي بارت، الجزء الثاني سكازي اللي هي الاوامر. جزء الاوامر دول اللي بيستخدمه عشان يبدا يكتب داتا، يسيف الداتا ويعملها ريتريف مره ثانيه. يبقى الايس كازي هيحقق لي بكل بساطه ان ديسك هيكون لوكالي اتاتشد على مكنه، هيظهر واي كانه اتاتشد على مكنه ثانيه. تمام كده؟ طيب نرجع بقى مره ثانيه الايس كازي هنا. ليه الايس كازي مشهور جدا؟ والايس كازي الشهره بتاعته دي حققت حاجات خرافيه بالنسبه ما كانش حد متخيلها بالنسبه للبروتوكول ده. بكل بساطه الايثرنت نتوركس العاديه او الاي بي نتوركس العاديه بدا يظهر فيها سرعات عاليه جدا. لو حد فيكم بص حاليا في الوقت الحالي، مش بكلمك على حاجه خياليه او حاجه خرافيه، هتلاقي ان انتل نزلت من فتره قريبه جدا، من 2013 او 2012 تقريبا، بدات تنزل كروت. الكروت دي كلها 10G ايثرنت، 10G ايثرنت يعني كارت عادي خالص، وهتلاقي في الكارت ده بورتين. ماشي، الكارت ده كان سعره تقريبا وقتها حوالي 300 دولار، نزل النهارده ووصل في السوق حوالي 100-150 دولار تقريبا. تجيب كارت كده يديك 10G نتورك. ماشي، لو بصيت بقى على سوق الداتا سنتر حاليا، ده الكلام ده من 2013، بدا يظهر حاليا احنا شغالين دلوقتي 40 جيجا بت ايثرنت. خلاص، وظهر كمان ال 80 جيجا بت ايثرنت، اللي انا لسه ما شفتوش ال 100 جيجا بت ايثرنت، يعني كابل عادي خالص 100 جيجا بت ايثرنت. تخيل، فتخيل انت ده 100 جيجا ده لو جيت قارنته مع سوليوشن تاني كان موجود او بروتوكول تاني كان موجود زي الاف سي. الاف سي النهارده بيديك 16 جيجا، وده اللي انا شفته. تخيل لو انت هتقارن لي 80 جيجا ولا 100 جيجا مع 16 جيجا، اكيد طبعا ده هيكسب. الحاجه الثانيه ان ده مش محتاج سبيشال انفراستراكشر، يعني مش محتاج تروح تشيل السويتشات بتاعتك القديمه ترميها في الزباله وتجيب سويتشات ثانيه. تجيب ديديكيتد سويتشز اصلا للستورج وديديكيتد سويتشز للنتورك. لا، هو سويتش واحد ممكن تشغله اي حاجه، تشغل عليه ستورج، تشغل عليه نتورك عاديه، في ام داتا، في ام نتورك، اعمل اللي انت عايزه. ماشي كده؟ فممكن يريديوس الكوست عندك بشكل دراماتيكي، يعني الكوست ممكن تقل للنص تقريبا. خلاص، لو حد فيكم بص على اسعار السانسويتشز دي هيتخض من الاسعار بتاعتها، حرفيا هيتخض والله العظيم، اسعارها خرافيه. ده غير ان كل انترفيس بتجيبه هو فايبر، فانت لازم تروح تشتري له حاجه اسمها اس اف بي. الاس اف بي اللي انت بتجيبها دي شوف اسعارها بكام. احيانا بعض الاس اف بي توصل ل 2000 دولار و3000 دولار الواحده بس. فسويتش عندك 48 بورت تروح تجيب 48 اس اف بي، خراب بيوت. غير لو انت السويتش ده اصلا مش جاي فيه موديولز. بعض السويتشات من معظم الشركات سواء اتش بي او سيسكو او غيرها بتيجي اللايسنس بير بورت، يعني السويتش عندك اهون والبورتات موجودة، عشان تستخدم البورت ده لازم تروح تشتري لايسنس للبورت ده. فانت بتتكلم في سيناريو عذاب، حاجة يعني مش عايز اقول لك، يعني فعلا خراب بيوت، ده رقم واحد. الحاجة التانية بتعذب جدا طول ما انت شغال، تبقى تحت رحمة الفندور، حاجة ما يعلم بها الا ربنا يعني. ماشي، فالايس كازي جه حل كل المشاكل دي. طيب كلام جميل. الايس كازي بقى عشان ما ننساش برضو زي المرة اللي فاتت، الايس كازي بيستخدم ايه وهو شغال؟ الايس كازي بيستخدم تي سي بي كونكشنز. الديفولت بورت بتاعه 3260. خلاص، ماشي كده. طيب اللينكس عندنا كان عندنا ايس كازي امبلمنتيشن قديمه. الامبلمنتيشن اللي هنشتغل عليها دلوقتي اسمها
الاي او خلاص لينكس اي او ماشي كده. طيب كلام جميل. تعال نبدا الامبلمنت الايه الايس كازي. عندنا هنعمل ايس كازي سيرفر هو اللي عليه ستورج، وهنعمل ايس كازي ايه كلاينت ياخد الاستورج منه خلاص. طيب قبل ما نبدا اي حاجه، الايس كازي سيرفر بيكون دايما اسمه التارجت، الايس كازي كلاينت بيكون اسمه الانيشيتور. تمام كده؟ يبقى التارجت هو السيرفر بتاعنا، خليك دايما فاكر الحكايه دي. الانيشيتور هو ايه؟ ها هو الكلاينت بتاعنا. ماشي؟ ها حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ كلام جميل. تعالى ايه نجرب كده انستول الباكجز ونبدا نشتغل قبل ما نعمل اي حاجه. تعال نروح على السيرفر عندي هنا. تعالى يام سيرش الباكج بتاعتنا. تعالى كده ندور على ايس كازي الاول. الباكج ما اسمهاش ايس كازي، ده عشان الايس كازي انيشيتور. لا تعالى نجرب التارجت. فين 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 تارجت؟ تعالى ندور كده على تارجت اهي. الباكج بتاعتنا اسمها ها تارجت دي، دي الديمون نفسها خلاص، والادمنستريشن يوتيليتي بتاعتها اسمها تارجت سي ال اي. ماشي؟ بمجرد بس كده ما تعمل لها انستول يام انستول تارجت سي ال اي خلاص. تعال نعمل لها انستول كده. ممتاز. الاي بي بتاع السيرفر بتاعي تعالى كده يام انستول نت تولز على السيرفر هو كمان. طيب تعال نضيف كده ديسك نخليه هو الباك اند ستورج اللي هنعمل له اكسبورت. ماشي؟ الاس بلوك كده للسيرفر ده. انا عندي اس دي اي بس. تعالى كده نضيف سيرفر تاني، اسف ديسك تاني على السيرفر ده، بلاش سيرفر تاني، هنضيف ديسك تاني. ادي المكنه بتاعتي اهي. تعالى نعمل لها الديفايسز عندي، مفتاح السيتنجز، الهارد ديسك. تعالى نعمل لها اد ديفايس هنا، نيو هارد ديسك. بيقول لي هنا ما ينفعش تضيف الديفايس ده لما تعمل شات داون للماشين. طيب ماشي مفيش مشاكل يا عم. تعالى نعمل شات داون للماشين دي. تعالى نقل ديفايس نيو هارد ديسك. تعالى نضيف الديسك ده وليكن مساحته 20 جيجا، اعتقد ان ده اكتر من كافي يعني. خلاص تعالى كده المكنه هي عندها ديسكين سكازي وسكازي 2 ماشي اهم، او هارد ديسك واحد وهارد ديسك 2، ده اعتقد ان شيء ممتاز. تعالى بقى ايه نستارت الماشين دي مره ثانيه. تمام جدا، انا بقيت كونكتد بالسيرفر اهو. تعال نبدا ايه نكون فيجر السيرفس اللي موجوده عندي دي، نبدا نشتغل.
بعد ما عملنا انستول كده للباكج هتلاقي فيه ايه، هتلاقي فيه باكج اسمها تارجت سي ال اي بقت موجوده عندنا. هتلاقي فيه باكج اسمها تارجت سي ال اي. بالمناسبه لو جيت تقول له كده سيستم كنترول ستاتس تارجت دوت سيرفيس، بص لي ايه اللي حصل للسيرفيس ديت. ها بيقول لك لينكس اي او كيرنل تارجت كونفيجريشن، السيرفيس دي عباره عن ايه؟ ديسيبلد. خلاص قبل ما اعمل اي حاجه مع السيرفيس اتاكد ان الباك اند ستورج بتاعتك شغاله من غير اي مشاكل. فتعالى كده ال اس بلوك، ها انا الباك اند ستورج بتاعتي اس دي بي، ممتاز. ممكن استخدمها على طول بشكل مباشر، يعني انا ممكن اعمل اكسبورت الاس دي بي دوت بشكل مباشر، وممكن استخدمه كال في ام واعمل له اكسبورت. ها تحبوا نعمل ايه؟ مش فارقه والله خالص معايا، ممكن اعمل له ال في ام واستخدمه واعمل له اكسبورت. يعني ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول له كده بي في كرييت ديف مباشر وخلاص، سهل. لكنه في مشكله، لو حبيت اكستند المساحه بتاعته في المستقبل، يعني اليوزر كان طالب منك وليكن 5 جيجا وانت حبيت تزود له 10 جيجا، انت كده بتعذب اليوزر معاك، مش هتعرف تزوده. عشان كده دايما انا بحب اعمل له اكسبورت ك ال في ام، عشان انا في المستقبل لو حبيت اضيف له مساحه هضيف من عندي واليوزر هو كمان يكستند من عنده. خلاص كده يبقى كده الموضوع انتهى وزي الفل. فتعال اكسبورت ك ال في ام اس دي بي. خلاص بعد كده في جي كرييت داتا من ديف اس دي بي، بعد كده ال في كرييت وليكن هسميها اوراكل ال في كرييت داش داش سايز، خليه لي وليكن 10 جيجا. اهو ال في ديسبلاي او ال في اس، حتى مش محتاجين ديسبلاي كل الكلام ده، ال في اس. هلاقي عندي مين يا عم؟ ها هلاقي عندي اوراكل من داتا اللي احنا عملناها دوت. وفي جي اس عندي، ها الايه داتا موجوده اهو، ده ممتاز. تعال اكسبورت بقى الكلام دوت، هقول له ايه؟ هقول له كده تارجت سي ال اي. خلاص تارجت سي ال اي هتفتحه كده هتلاقي له الشيل الخاص بيه، تارجت سي ال اي هتلاقي له الشيل الخاص بيه. بالمناسبه له كوماندز كده شبه اللي احنا بنستخدمها على طول بشكل يومي، زي مثلا ال اس، شايف؟ هتلاقي تارجت سي ال اي محدد او متنظم كده لشويه حاجات موجوده جواه زي الباك ستورز. الباك ستورز دي هي الحاجات اللي انت عامل لها اكسبورت عندك. بالمناسبه انت ممكن تاكسبورت سواء على بلوك ديفايس او فايل اي او، هنتكلم احنا على الاثنين دول، تعال نستخدم دول اساسا. ممكن تاكسبورت رام ديسك او باث ثرو سكازي كمان، ماشي. تعال نتكلم على الاثنين دول، مهمين جدا دول اللي هتعمل او معظم شغلك، يعني في معظم الوقت بتاعك هنعمل مع الاثنين دول. الاولاني عشان تاكسبورت بلوك ديفايس، الثاني عشان تاكسبورت فايل اي او. ايه فايل اي او ديت؟ انا ممكن اعمل فايل واعمل له اكسبورت كانه بلوك ستورج للكلاينت. هتقول لي ازاي؟ هقول لك استنى وهديك اكزامبل دلوقتي واخليك تشوفه بنفسك. خلاص ما تستعجلش يعني. طيب كلام جميل. انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اعمل اقول له كده سي دي باك ستور اهو، شايف الدنيا هتلاقيها متنظمه وسهله جدا عندك. ممكن اقول له كده سي دي بلوك، مفيش عندي اي بلوك ديفايس حتى الان لسه اكسبورتد، مفيش اي حاجه خالص. فانا ممكن اجي اقول له ايه يا سيدي؟ ممكن اقول له كده كرييت مثلا. لو جيت عملت انت اصلا كده دبل تاب هيديك كل الاوامر اللي انت ممكن تستخدمها هنا، هيديك كل الاوامر اللي انت ممكن تستخدمها هنا، تمام كده. طيب ممكن اقول له كده كرييت مثلا، هكرييت ايه يا سيدي؟ وليكن سميها اوراكل. ها
سميها بنفس اسم ال LVM، ودي بتبص على ديف داتا اوراكل. انا بقول له انا عايز اعمل باك ستور اسمها اوراكل، انا هاكسبورت بلوك ديفايس اسمها ديف داتا اوراكل وهعمل لها اكسبورت بالاسم ده. بالمناسبه الاسم ده ممكن يكون اي حاجه، بس ده الباث ده لازم يكون باث موجود عندك، لازم تكون بلوك ديفايس موجوده. ماشي خلاص. لو جيت اقول له كده ls، شايف قال لك انت عندك الديفايس دي هيتعمل لها اكسبورت بالاسم ده. ماشي كده ماشي. طيب ثانيه واحده بس اجيب القلم لانه وقع. ثانيه واحده. طيب كلام جميل، احنا كده عملنا ايه؟ عملنا اكسبورت للديفايس دي بالاسم ده. طيب دي الخطوة الاولانية. الخطوة اللي بعد كده لو قلت له سي دي، ارجع مرة ثانية، ها بص لي كده رجع لفوق خالص، ها بقول لك عايز تروح فين بالظبط. ممكن اقول روح كده للروت بتاع الكونفيجريشن بتاعك الاس مرة ثانية، قال لك في الباك ستورز في البلوك ديفايس تايب انت عندك الديفايس دي اكسبورت، دي الوحيده اللي موجوده. طيب كلام جميل. الخطوه اللي بعد كده اعمل ايه؟ ممكن اقول له كده سي دي ايس كازي. لو جيت اقول له دبل تاب، ايه يا عم اللي ممكن اعمله هنا؟ ممكن اقول له كرييت. طب هكرييت ايه؟ بقول لك WWN. ايه WWN دي؟ تعالى كده بص لي كده الايس كازي سيرفرز. الايس كازي سيرفرز هذا السيرفر اهو، وهذا الكلاينت اهو. الايس كازي سيرفر والكلاينت لما بييجوا يتكلموا مع بعض هيستخدموا ايه؟ هيستخدموا الهوست نيمز ولا هيستخدموا ايه بالظبط؟ الهوست نيم تفتكر؟ لا مش هيستخدموا الهوست نيم. معلش ما تخلطش بين الاي بي. الاي بي ده ترانسبورت بروتوكول، البروتوكول ده تتنقل عن طريقه، لكن لما يجوا يتكلموا كل واحد فيهم لازم يكون له اسم، صح؟ كل واحد فيهم لازم يكون له اسم. ماشي مش هيقدروا يستخدموا الهوست نيم العادي اللي احنا بنستخدمه في معظم ايه السيرفيس الثانيه. امال هيستخدموا ايه؟ هيستخدموا حاجة اسمها IQN، Ice Quasi Qualified Name. ايه الـ Ice Quasi Qualified Name ده؟ بص ده الاسم، اعتبره كده كأنه الهوست نيم اللي بيستخدموه عشان يتكلموا مع بعض، خلاص؟ طيب ايه الـ Ice Quasi Qualified Name؟ الـ Ice Quasi Qualified Name هو عبارة عن نيم بيكون يونيك للايه؟ للجهاز بتاعك ده، ماشي؟ طيب ايه يا عم السنتاكس بتاعه؟ والله السنتاكس بتاعه بسيط جدا، بيبدا بالشكل ده اي كيو ان دوت، بعد الدوت ايه عاده بيكون الديت، بعد كده دوت ها الريفرس دومين نيم، او دوت السيرفر نيم بتاعك، بس كده. ده الايس كازي، او الاي كيو ان. طيب تحب نترجم الكلام ده؟ تعال نترجمه. تخيل انا عندي سيرفر اسمه وليكن اس ار في، او سميهولي مثلا اسم السيرفر بتاعي اسمه storage.mustafa.com. الاي كيو ان بتاع الهوست نيم ده هيكون ايه؟ ها الاي كيو ان بتاعه هيكون ايه؟ هيكون اسمه اي كيو ان دوت. ايه الديت ده يا عم؟ الديت ده راح فين؟ الديت ده عاده بيكون العنوان اللي الشركه بتاعتك بدات فيه. يعني لو انت شغال في شركه اسمها وليكن مش عارف تيست،
الشركة دي اتعملت شهر 5/2013، ها يبقى الاسم بتاعك هيبقى ايه؟ دوت 2013 داش داش كام؟ ها؟ 5. وصلت؟ طيب بعد كده الريفرس دومين نيم، بص لي كده اسم السيرفر ايه؟ ستورج، والدومين نيم بتاعك ايه؟ مصطفى دوت كوم، يبقى ده يبقى دوت كوم دوت مصطفى. بعد كده ايه؟ ها اللي في الاخر خالص اسم السيرفر نفسه. ادي الاي كيو ان. ها وضحت؟ تاني تاني الاي كيو ان السنتاكس بتاعه بسيط جدا. الاي كيو ان السنتاكس بتاعه بسيط، بيبدا بكلمه اي كيو ان ودي ستاندرد مش هينفع تغيرها. بعد كده العنوان اللي الشركه بتاعتك اتعملت فيه. بعد كده الريفرس دومين نيم. وفي الاخر خالص السيرفر نيم. كمثال اسم السيرفر بتاعك srv.test.com او test.local، ها ده اسم السيرفر بتاعك ماشي. هيبقى اسمه ايه في الحالة دي؟ بالمناسبة السيرفر ده مملوك لشركة وليكن اسمها تيست، والشركة دي اتأسست في شهر 7/2011، ها يبقى اسم الـ IQN بتاع السيرفر ده يبقى ايه؟ هيبقى اسمه IQN دوت الديت بتاعه 2011-07. 2011-07 ده اللي هو ايه؟ الشهر والسنة اللي الشركة اتأسست فيهم. بعد كده دوت راح فين راح فين؟ هي التست دوت لوكال دوت لوكال دوت تست دوت اس ار في. اعكس بدل ما تبدا اس ار في دوت تست دوت لوكال خليها لوكال دوت تست دوت اس ار في. ها صعبه؟ يبقى لما تحب تطلع الاي كيو ان بتاع اي سيرفر ممكن تطلعه؟ اعتقد سهل بقى ممكن تعمله بعد كده. فتعال نعمل الكلام ده عندنا، تعال ندي للايه؟ للجهاز بتاعنا كده اي كيو ان. مش كده بس، انا داخل جوه اي سكازي فانا عايز اعمل اي كيو ان زائد ها الايه؟ الديفايس اللي عامل لها اكسبورت. مش كده؟ ها حد عنده اي سؤال؟ مصطفى طيب بقيه الناس حسام وبقيه الناس ها مش عايزين نوقع حد في السكه. حلو جدا. طيب تعالى يا عم نكريت ايه بقيه الحاجات اللي احنا كنا عايزين. هكريت مين دلوقتي؟ اي كيو ان دوت. ها تفتكر اسم السيرفر بتاعي ايه المفروض اعمله ايه؟ خليني مثلا 2017 داش احنا في شهر كام؟ 4 دوت كوم دوت مصطفى دوت سيرفر ماشي كده. طيب تعالى كده نكريت، تعالى بعد كده نعمل ls. بص لي ايه اللي حصل؟ ها ايه اللي حصل؟ اوتوماتيك من غير ما اعمل اي حاجه انا كريت مين؟
انا كريت اي كيو ان خلاص، جهزت السيرفر، بص لي كده ايه اللي حصل. اوتوماتيك في بورتال اتضاف. ايه البورتال ده؟ ايه البورتال ده؟ بص لي كده، البورتال ده بكل بساطه، تعالى نرجع مره ثانيه للسيرفر بتاعي الظريف اللي انا بتكلم عليه. بص الايس كازي وهم بيعملوه فكروا دايما، تفتكر ان ده الانترفيس الوحيد اللي الايس كازي كونكتد له؟ يعني لو عندك سيرفر كده دايما، الاستورج سيرفرز عادة بيكون ليها اكتر من انترفيس، وفي الطبيعي ان كل انترفيس في الشكل العادي بيكون كونكتد على سويتش مختلف. عادة بتكون كده. التيمينج مش هينفعك لعدة اسباب، لان انت لو وصلت تيمينج، اولا هتوصله على سويتشين مختلفين ازاي؟ اصلا لو انت اتكلمت على الستورج كونسبتس بتاع داتا سنتر، دايما لو انت بتتكلم في سان سيناريو، ها عندك سان ستورج كونكتد، السان ستورج اصلا او السان سويتشز نفسها ما بيكونوش كونكتد ببعض. السيناريو ده مستحيل، السان سويتشز مستحيل يكونوا كونكتد ببعض، فانت ازاي هتعمل تيمينج لسويتشين لا هم ستاكد ولا هم في اس اس؟ سويتشين ستاند الون، مستحيل تقدر تعمل تيمينج. هتقول لي هعمل تيمينج على نفس السويتش، هقول لك طب افرض السويتش ده وقع، ايه اللي حصل لك كده؟ انت كده رحت في داهيه. فالتيمينج مش هينفعك في السيناريو بتاع الاستورج اطلاقا. تيمينج في السيناريو بتاع السنجل سويتش او ستاند الون سويتشز مش هينفعك. خلاص؟ زائد ان تفتكر ان كل الانترفيسز انت محتاج تخلي الايس كازي يرن على كل الانترفيسز، يعني محتاج ترن الايس كازي هنا وهنا وهنا وفي كل حته، تفتكر يعني انت محتاج تعمل حاجه زي كده؟ لا، ده هو بيكون في عندك بعض الانترفيسز بس هي اللي واصله، وبعض الانترفيسز هي اللي بتلسن الايس كازي. خلاص، فقال لك بس اما الانترفيسز اللي هخليها تلسن او تقدر تسيرف الايس كازي ترافيك هسميها ايه؟ بورتالز. دي البوابه اللي الايس كازي ترافيك هيعدي منها. خلاص؟ طيب لو قلت له البورتال يبقى كده عرفنا البورتال هو ايه؟ هو الاي بي بتاع الانترفيس اللي هيلسن على الايس كازي، يستنى منه ترافيك رايح له او راجع منه. طيب كلام جميل. لو ضفت عليه البورت بتاعه بقى اسمه البورتال جروب. يبقى الاي بي زائد البورت هو عباره عن ايه؟ ها البورتال جروب بتاعتك. ماشي كده؟ نرجع مره ثانيه اهو. اوتوماتيك اول ما انت قلت له انا عايز اكسبورت السكازي للاي كيو ان اللي اسمه كذا كذا كذا، اوتوماتيك راح عامل لك ايه؟ قال لك انا عملت ديفولت بورتال بيلسن على كل الانترفيسز باي ديفولت. ده الديفولت بيهيفير بتاعه. ماشي كده؟ وقال لك انا عملت تي بي جي واحد تارجت بورتال جروب واحد. طيب تعال نرجع كده سي دي لسلاش مره ثانيه ال اس. بص لي كده بقى شكل الكونفجريشن بتاعي عامل ازاي. ها انا عندي بلوك ديفايس وعندي ايس كازي اهون موجود، وعندي السيرفر كمان بيلسن على ايه؟ على مين؟ ها على كل الانترفيسز على بورت كام؟ 3260. بص لي عندي كده الاي سي الز. الاي سي الز دي الاي سي الز دي الحاجه اللي بعد كده. نرجع تاني نفس السيناريو. ايوه الاكسس كنترول ليست، ادي السيرفر بتاعي وادي الكلاينت. تفتكر ان السيرفر ده هيأكسبت اي كونكشن جاي من الكلاينت دول؟ تفتكر؟ موضوع صعب جدا. معنى كده ان اي حد هيحاول يكونكت على السيرفر هيقدر ياخد اكسس للستورج اللي موجوده عندك دي. انت كده حرفيا وديت الدنيا في داهيه.
انت كده حرفيا وديت الدنيا في داهيه. طب عشان تحل المشكله دي قال لك بس ثانيه واحده انا هعمل اكسس كنترول ليست، اقول له الكلاينت ده بس هو الوحيد اللي يقدر يكونكت عليا ماشي. طيب هقول له الكلاينت دلوقتي احدد الكلاينت بايه، بالاسم بتاعه ولا بالاي بي ولا بايه بالظبط؟ قال لك هتحدده مستخدما مين؟ الاي كيو ان بس كده. وصلت؟ ها وضحت الحته دي؟ نرجع بقى تعال نروح كده الاكس كنترول ليست وتعال نقول له سي دي ايس كازي اي سي ال ايس كازي نو لا لا سي دي ايس كازي اي كيو ان بتاع السيرفر تارجت بورتال جروب واحد، هقول له خش الاي سي الز اللي موجوده دي وهقول له بعدها ايه لو قلت له ال اس كده. طب يا عم ايه اللي ممكن اعمله هنا؟ ممكن اقول له كده كرييت اي سي ال كمان، ولما اجي كرييت اي سي ال هعمل ايه؟ هعملها للاي كيو ان دوت 2017 04 دوت وليكن هخليها المكنه اللي اسمها دوت كوم دوت مصطفى دوت كلاينت، يبقى دي المكنه اللي هتحاول تكونكت عليا. خليك فاكر الاسم ده لان نفس الاسم ده لازم تحطه فين؟ عند الكلاينت نفسه ماشي كده. ها وضحت؟ طيب كلام جميل. لو قلت له كده ls سلاش يبقى كده الموضوع بقى واضح جدا. انا عندي بلوك ديفايس اسمها اوراكل خلاص اهي بتشاور على، او عندي بلوك ديفايس LVM اسمها اوراكل هيتعمل لها اكسبورت بالاسم ده، هيتعمل لها اكسبورت عن طريق اي انترفيس خلاص. انا هستخدم الاي كيو ان ده كسيرفر وهاكسبورت ده للكلاينت اللي اسمه كلاينت دوت مصطفى دوت كوم بس كده ماشي. طيب دلوقتي في مشكله حقيقيه موجوده، انا عارف الديفايس اللي موجوده، انا عارف ايه الديفايس اللي اتعمل لها اكسبورت، بس هل انا فعليا عملتها اكسبورت؟ ها بشكل فعلي اتعمل لها اكسبورت؟ لا لا لسه ما اتعملهاش اكسبورت. لازم تعمل لها اكسبورت تحت حاجه اسمها لانز. بكل بساطه السيرفر ده لما يجي اكسبورت بلوك ديفايس عنده السيرفر ده او الشيرد بلوك ديفايسز اللي هنا دي بيكون اسمها لان لوجيكال يونت نمبر. ايوه كل بلوك ديفايس هتحتاج تعمل لها اكسبورت كلان، كل بلوك ديفايس عندك هتحتاج تعمل لها اكسبورت كلان. يبقى انا ضفت الديفايس قلت الايس كازي انت عندك بلوك ديفايس بس لسه ما قلتلوش اعمل لها اكسبورت، يبقى دي الخطوه الاخيره اللي ناقصاني. ممكن اقول له كده سي دي فين يا عم اللانز اللي موجوده اهون ايس كازي اي كيو ان تي بي جي 1 جوه لانز ال اس كده مفيش اي لان بيتعمل لها اكسبورت. ممكن اقول له كده دبل تاب كده هتلاقي عندك ايه كرييت برضو، هقول له كرييت ايه؟ ها بص كده باك ستور بلوك اوراكل شايف؟ قال لك انا عملت ماب للنود دي جوه الاي سي ال دي شايف؟ اهو اوتوماتيك خلاص بدل ما عملت لها اكسبورت مره ثانيه بدل ما عملت لها اكسبورت الاس كده السلاش بص لي عندي هنا ها ايه رايك؟ تاني اللن انا عندي بلوك ديفايس موجوده هيا البلوك ديفايس الايس كازي يعرف عنها عارف ان هي باك ستور
هل هي كانت عمل لها اكسبورت لحد الخطوة دي؟ ها، اعتبر الخطوة دي مش موجودة لسه، لحد دلوقتي عمل لها اكسبورت؟ لا، ما تعملهاش اكسبورت. عشان تعمل لها اكسبورت، الاكسبورت بلوك ستورج بالنسبة للايس كازي بيكون اسمها لان. خليك فاكر الحتة دي، الديفايس اللي اتعمل لها اكسبورت بيكون اسمها لان او لوجيكال يونت نمبر. تمام كده؟ بمجرد ما عملت لها اكسبورت بقت اسمها لان بس. وضحت؟ طيب، كلام جميل. ممكن بالمناسبة كمان اعمل اوثنتيكيشن، ممكن اعمل اوثنتيكيشن لو عايزنا كمان اخلي الموضوع سكيور اكتر، واحط يوزر نيم وباسورد بقى كمان. الراجل لما يجي ياخد اللان دي لازم يدخل يوزر نيم وباسورد، ممكن اعملها. تعالوا نعملها يعني، مش فارقه، ممكن نضيفها كمان بمناسبه. يعني تعال نروح كده للديفايس دي، اسف، للكلاينت اي كيو ان دي، سي دي ايس كازي اي كيو ان. تعال نروح للتارجت بورتال جروب، تعال نروح للاي سي الز جوه الاي كيو ان بتاع الكلاينت نفسه. بص لي عندي هنا كده، هتلاقي نفسك فيها حاجه امر اسمه ست. ممكن اقول له كده ست مثلا، في ست اوثنتيكيشن، في عندي اليوزر اي دي ممكن اضيفه واقول له ان اليوزر اي دي بتاعي مثلا سموه لي مصطفى. خلاص، ممكن اقول له كمان الباسورد بتاعته هي كمان اهي ريد هات. لو جيت اقول له كده ls سلاش، خلاص كلام جميل. يبقى انا كده كمان ضفت يوزر نيم وباسورد. باقي ايه يا سيدي ممكن اضيفه هنا؟ اعتقد ان ده كافي جدا يعني. تعال كده نبص عليها مره ثانيه، ال اس. عندي الباك ستور ضفتها، عندي الايس كازي اي كيو ان بتاع السيرفر، وضفت اي سي ال للكلاينت، وعملت مابنج لللان بتاعتي. خلاص، البورتال خد الديفولت بورتال. اعتقد ان كده ممتاز جدا. ممكن اعمل اكزت اهون. شايف؟ بالمناسبه، بمجرد ما تحاول تعمل اكزت اوتوماتيك هيسيف الكونفيج بتاعك فين؟ لوحده من غير ما تقرب له. اي تي سي تارجت سيف كونفيج، ده عباره عن جيسون فايل، جافا سكريبت فايل اهون، محطوط فيه كل الحاجات اللي انا عملتها بالتفصيل اهو. شايف؟ بدل ما يعذبك ويخليك تقعد تكتب جافا سكريبت او جيسون فورمات ويطلع عينيك، ها عمل ايه؟ انت ليك تيرمينال كده او ليك شيل خاص بيك، ها وهو ايه؟ بيظبط كل حاجه مع نفسه. ماشي؟ فين فين فين؟ شايف؟ حتى اليوزر نيم والباسورد اهم اللي احنا بنوثنتيكيت بيهم. ماشي؟ فانت مش محتاج تقعد بقى تحفظ جافا سكريبت بقى وتعذب نفسك العذاب ده كله. الحاجه بس الاخيره، لو انا قبل ما اعمل اي حاجه عند الكلاينت، حاجه بس واحده ناقصاني عند السيرفر، اللي هي ايه؟ سيستم كنترول ستيتس تارجت سيرفيس، مفيش. طيب لو جيت اقول له كده نت ستات داش ان تي ال بي، هل انا بلسنا على بورت 3260؟ ايوه، بلسنا على بورت 3260. طيب الحاجه اللي بعد كده كمان، سيستم كنترول ستيتس للفاير وول دي. الفاير وول دي بتاعي شغال، معناه ان انا لازم اخلي الفاير وول يسمح لايه؟ للبورت ده. فانا ممكن برضو بشكل مؤقت كده
firewall dash cmd dash dash add port 3260 TCP وهضيفه كمان بشكل permanent. ممتاز جدا. انا كده اعتبر شبه خلصت عند السيرفر. ناقص لي اعمل ايه؟ ها عند الكلاينت. اروح للكلاينت بقى. تعال روح للكلاينت الناحيه الثانيه. قبل ما الكلاينت يقدر يعمل اي حاجه لازم الكلاينت انستول الايس كازي كلاينت باكج. ممكن يروح كده اي يام انستول ايس كازي انيشيتور يوتيلز يبقى عملت انستول للتارجت عند السيرفر وهعمل انستول للانيشيتور عند الكلاينت. بمجرد ما اعمل انستول للانيشيتور هيبقى الموضوع سهل جدا عندنا. انا كده خلصت الجزء الصعب بالمناسبه. خلاص قبل ما اعمل انيشيت لاي كونكشن وقبل ما اعمل اي حاجه اي حاجه خالص خليك فاكر دايما ان انت محتاج تعدل ايه. ها الانيشيتور نيم فاكر؟ فاكر الانيشيتور نيم بتاعنا؟ كان اسمه ايه؟ الانيشيتور نيم بتاعي اسمه ايه؟ اهو خلاص. تعال كده نروح للاخر خالص. خلصنا. تعال نعمل سيف للكلام ده. الخطوه اللي بعد كده تعال نبدا نعمل ديسكفري كده. تعال نبدا نحاول نبعت كده باكتس للسيرفر ونشوف نقدر نكومينيكيت معاه ولا لا. ممكن اقول له كده ايس كازي ادم داش ام المود بتاعي انا ممكن اعمل او من غير مود اساسا ممكن اقول له كده. تعال روح كده للترمينال هنا انا مش حافظ بصراحه الامر. انا ممكن ابدا معذب نفسي مان ايس كازي ادم اهون ايس كازي ادم داش ام ديسكفري. على فكره انا بجيب من هنا والله. فين 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 تاني يا سيدي؟ ممكن انزل لتحت كده خالص واجيب الاكزامبلز بدل ما انا معذب نفسي. ممكن اقول له كمان داش تايب او داش تي راح فين هنا سند تارجتس. والبورتال بتاعي داش بي كان 192.168 دوت. انا ممكن اخرج من هنا بالمناسبه 133 21.133. تعال كده قادر ابنج على السيرفر بس مش قادر اوصل له. ده معناه ان في عندي مشكله موجوده هنا. ها هل في عندي مشكله موجوده؟ قبل اي حاجه ممكن اقول له كده سيرفيس ايس كازي ستيتس دي داون سيرفيس ايس كازي ستارت. ممكن اقول له كمان سيستم كنترول انيبل ايس كازي عند الكلاينت هنا.
بص لي ايه اللي حصل المرة دي بمجرد ما عملت ستارت للسيرفيس، شايف ايه اللي حصل؟ لما جيت اعمل ديسكفر المرة دي ايه اللي حصل عندي للسيرفر؟ قدر يمسك ايه؟ ها، قال لك انا عندي على العنوان ده على البورت ده انا في عندي اي كيو ان اسمه ايه؟ ها، انا لقيت سيرفر بالاسم ده بالاي كيو ان ده، ايه رأيك؟ فانت عند الكلاينت كنت المفروض تستارت الاي اس كاسي سيرفيس الاول قبل ما يقدر كوميونيكيت، ماشي؟ دي كانت خطوة ناقصاك، تمام كده؟ طيب الخطوة اللي بعدها، انا كده قادر اشوف ايه اللي عند السيرفر. طيب الخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها لو جيت تعمل اي حاجة هيبقى عندك مشكلة. ليه؟ لان انا كنت قايل له في اوثنتيكيشن موجود. طب عشان الاوثنتيكيشن اللي موجود ده لازم اقول له انا هاوثنتيكيت مستخدما يوزر نيم ايه وباسورد ايه، صح؟ طيب عشان اعمل حاجه زي كده محتاج اقول له روح لملف الكونفيجريشن واقول لما تيجي تكونكت وتشوف الاستورج دي هتعمل ايه. الملف اسمه iscsi d.conf. ممكن اروح هنا ادور على اي حاجه فيها تشاب كده، اهو امسك عندك نود سيشن اوثنتيكيشن ميثود ايه تشاب وال الاوثنتيكيشن يوزر نيم اوثنتيكيشن باسورد اللي انا عملته من شويه. الباسورد كانت ريد هات واليوزر كان اسمه مصطفى. خلصنا كده رايت وكويت، وتعالى كده نريستارت السيرفيس. سيرفيس ايس كازي ريستارت، ممتاز. تعال ندسكفر مره ثانيه كده، اهو موجود مفيش اي مشكله. تعالى بعد كده نعمل ايه؟ ايس كازي اد داش ام ديسكفري داش تي سن تارجتس والبورتال بتاعي 192.168.21.133. طيب كان في حاجة عايز اوريها لكم قبل ما اعمل اي حاجة. لا، كانت var lib iscsi. ايوه سن تارجتس، امسك بص لي عندي كده. بمجرد ما انا عملت ديسكفري من شويه، شفت الامر ده لما عملته ايه اللي حصل؟ ها الامر ده عشان اعمل ديسكفر للايه؟ للتارجت، عشان اشوف التارجت هل انا قادر اكومينيكيت مع التارجت ولا لا. بمجرد ما انت حاولت تكومينيكيت مع التارجت وتشوفه هل هو اب ولا لا، هتلاقي عندك على الكلاينت اوتوماتيك اتسجل ان انت ايه؟ ها قدرت تعمل سكان للتارجت ده وتشوف ايه اللي موجود عليه قبل كده. خلاص بص كده عندك في var lib iscsi send targets اوتوماتيك هتتكري الدايركتري باسم التارجت ده. وفي ايه؟ ها في ايه؟ الكونفج بتاعك، ماشي. طيب كلام جميل اهو. طيب ممتاز. الخطوه اللي بعد كده اعتقد ان هتكون ابسط من البساطه، يعني اعتقد مفيش فيها اختراع. هقول له كده ايس كازي اد داش ام. المود بتاعي دلوقتي مش هيكون ديسكفري خالص، المود بتاعي انا عايز اتاتش لنود معينه، انا عايز امسك ستورج من نود معينه، فهيبقى المود بتاعي اسمه نود. هقول له كده التارجت بتاعي كان اسمه، كان اسمه ايه؟ اهون
وده كان موجود على البورتال اللي هو 192.168.21.133-login. هقول له عايز اعمل login. لو قلت اقول له كده fdesk-l دلوقتي، بص لي ايه اللي حصل عندي. بص لي عند الكلاينت ايه اللي حصل. ايه ده؟ ب 10 جيجا بايت ديسك. طب بص لي كده لو جيت اوقف السيرفيس بتاع الايس كادي، سيرفيس ايس كادي ستوب ال اس بلوك، لسه ظاهرة لسبب ما. لسه موجود. ما انا بدور ليه لسه موجود اهي. اهو ارجع مره تانية، انسى اللي انا عملته ده خالص. بص قبل ما اعمل اي حاجه للايس كازي، ها عندي كام ديسك. هو ديسك واحد اللي موجود، ماشي. طيب بمجرد ما هنعمل ديسكفري للايس كازي، خلاص ايه اللي حاصل؟ ها عملنا ديسكفري فقط. هل عملنا اللوجن عشان نمسك الاستورج دي ولا الهوا لسه؟ لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل لوجن. عملت لوجن معناها بكل بساطه انت بتمسك الاستورج اللي موجوده من عند السيرفر دي. تعال اعمل لوجن كده، بص لي ايه اللي حصل. ها قال لي ايه؟ ها سكسسفول دلوقتي، انت قادر تمسك الاستورج دي. طيب ال اس بلوك مره ثانيه، بص ايه اللي حصل للديسك. ايه اللي ظهر ده؟ ده ديسك 10 جيجا وظهر باسم ايه؟ ها اس دي بي. ده جه من الهواء؟ لا يا عم، ده جالك من الايس كازي نفسه، ده جالك من الايس كازي سيرفر نفسه. ها شفت؟ خلاص ممكن اقوله هنا كده سيستم كنترول انيبل ايس كازي، كده بقت شغاله. طيب بص لي عندك بقى على حاجه كمان، تعال نعمل كده ريبوت للمكنه، تعال نعمل لها ريبوت ونشوف ايه اللي هيحصل. بص ايه اللي حصل للديفايس. ها اتعمل لها اتاتش مره تانية بشكل اوتوماتيك. ها ايوه اوتوماتيك هيتعمل لها اتاتش. طيب بص لي عندك كده عند الكلاينت ايه اللي هيحصل. فار لب ايس كازي، هتلاقي عندك نودز المره دي مش سن تارجتس بقى، هتلاقي عندك نودز جواها ايه النود اللي فيها السيرفر بتاعك. بص كده في عندك ملف اسمه ديفولت، ملف اسمه ديفولت شايفه؟
في عندك اوبشن مهم جدا خاص بالملف ده اللي هو نود دوت ستارت اب، شايفه كام؟ ها اوتوماتيك. عارف ده معناه ايه؟ ان كل مره هتشغل او الايس كازي سيرفيس فيها هتشتغل او هتعمل ريبوت للمكنه، طول ما الايس كازي سيرفيس شغاله ايه اللي هيحصل؟ هتحاول تروح للسيرفر تعمل ايه؟ اتاتش الاستورج دي بشكل مباشر. وضحت؟ ها وضحت؟ طبعا هنا كل معلومات السيرفر الاي بي بتاعه فين وبيلسن على بورت كام. ماشي طيب كلام جميل. انت بعد كده بقى ها اسف ال اس بلوك الاستورج اللي موجوده عندك دي، ممكن انت بعد كده بقى تيجي على الاستورج دي تعمل لها كده ديف اس دي بي وعيش حياتك معاها بقى، اعمل لها نيو كده نيو برايمري المساحه كلها بالكامل وخليها ريبوتابل او لا. ممكن بعد كده تعمل رايت للكلام ده، ممكن نعمل له سيف وكويت. خلصنا كده اف ديسك داش ال موجوده اهو، ممكن اقول له كده ام كي اف اس دوت اي اكس تي 4 لديف اس دي بي 1. خلصنا ماونت الكلام ده وان تحت سلاش اس ار في، ممكن تقول له كده كات سلاش اي تي سي ام تاب اهو الموجود عندي على تيل ماينس ان واحد. ممكن اخد الكلام ده كده احطه في اي تي سي اف ستاب. خلاص تعالى اعمل له amount اسف amount اسمه اس ار في، وتعالى اعمل mount داش اي دي اف داش اتش المفروض يكون اوتو mounted مره ثانيه. ها ايه رايك يخلص الايس كازي؟ حرفيا الايس كازي كونفيجريشن على الكلاينت والسيرفر المفروض لا يتخطى الاثنين مع بعض اكتر من 5 دقائق حرفيا والله، اكتر من 5 دقائق كحد اقصى. يعني انا بقول لك لو انت في امتحان مثلا، بغض النظر عن الامتحان ده بقى انت دخلت امتحان كلاستر ولا ستورج مانجمنت ولا اي حاجه، الكونفيجريشن بالكامل المفروض لا يتخطى 5 دقائق منك، ومش من جي يو اي ده كوماند لاين انترفيس كمان. الكونفيجريشن بتاع السيرفر كله طالما عندك الديفايس في ثانيه روح على السيرفر هتعمل 4 حاجات عند السيرفر، 4 حاجات عند السيرفر مش محتاجه اكتر من الاربعه دول. خلاص ايه ال4 حاجات دول يا عم؟ الحاجه الاولانيه قول له فين البلوك ديفايس، الحاجه الثانيه حط اي كيو اون للسيرفر، الحاجه الثالثه اعمل لها ها اعمل لها ايه؟ اعمل لها ماب للان. خلاص عملت لها ماب للان. الحاجة الرابعة اعمل اكسس كنترول ليست. انت كده خلصت الايس كازي شكرا. عايز تزود وتضيف يوزر نيم وباسورد دي حاجة اضافية ليك. يبقى السيرفر كل اللي محتاج تعمله عليه 4 اوامر والاربعة لحسن الحظ فيهم اوتو كومبليت والاربعة بيبدأوا بالامر اللي اسمه كرييت. ها ايه رأيك؟ طيب خليك دايما فاكر السيرفر اسمه تارجت، الكلاينت اسمه انيشيتور، البلوك ديفايس لما يتعمل لها شير بقى اسمها لان، ما عادش اسمها ديسك ولا اسمها ال في ام ولا ريد، اسمها لان، الشيرد بلوك ديفايس اسمها لان. طيب الانترفيس او الاي بي اللي الكلاينت او الانيشيتور بيكونكت على السيرفر اسمه بورتال. ضفت البورتال ده مع البورت بتاعه، يعني لما تقول له انا هاجم الاي بي الفلاني بالبورت الفلاني ده اسمه تارجت بورتال جروب. خلاص بالمناسبة أو ده اسمه البورتال بتاعك، لما تضيف كل دول مع بعض الأكسس كنترول ليست مع البورتال نفسه اللي هو الأي بي والبورت مع الماب دلانز اللي عندك ده اسمه تارجت بورتال جروب. يعني لما تضرب دول كده كلهم في الخلاط تحط البورتال مع البورت الأي بي مع البورت
مع الاكسس كنترول ليست مع الماب دلان خلاص، كل دول لما تضربهم مع بعض في الخلاط كده اسمه تي بي جي او التارجت بورتال جروب. ها وضحت؟ كلام جميل. بالمناسبة انت ممكن تعمل شيرد فايل اي او خلاص. طيب عشان تعمل شيرد فايل اي او والله بسيطة جدا، انت هنعمل كويت من هنا اسف اكزت من هنا خلاص، ممكن اقول له كده دي دي انبوت فايل بتاعك خليه لي ديف زيرو، الاوتبوت فايل بتاعك سميه لي هنا سلاش روت سميه بيج فايل بلوك سايز 1 ميجا كاونت وليكن 100 ميجا. انا عايز اشير ملف او عايز اشير بلوك ديفايس 100 ميجا، عباره الباك اند بتاعها عباره عن فايل خلاص. ليه ما سالش على اليوزر نيم والباسورد؟ لان انت جيت في ملف الكونفيجريشن بتاعه هنا عند الكلاينت نفسه وقلت له ايه اليوزر نيم والباسورد تستخدمه لما تيجي تعمل لوجن اهم. مش عملنا الخطوه دي من شويه؟ شكلك نسيت ها. طيب تعالى كده تارجت سي ال اي، المره دي ممكن اعمل ايه؟ المره دي اروح جاي كده ال اس عندي سي دي باك ستورز سي دي فايل اي او وهقول له هنا كده كرييت هسميه وليكن فايل، وده بيشاور لي على سلاش روت بيج فايل خلاص ال اس كده السلاش. شايف المره دي عندي ايه؟ طيب تعالى ما باللان دي للكلاينت ده كمان، يعني خلي الكلاينت اللي اسمه مصطفى كلاينت مصطفى دوت كوم ده المكنه دي تشوف اللان الثانيه دي كمان، فهقول له سي دي ايس كازي السيرفر بتاعي تي بي جي 1 هخش على الاي سي الز الاي كيو ام الاول. قبل الكلام ده كله لا مش هعملها هنا، انا هعملها في اللانز تي بي جي لانز. تعالى هقول له كده كرييت باك ستور فايل اي او فايل خلاص ال اس كده اللي سلاش عندي شايف. طيب كلام جميل. تعالى عندي هنا كده الايه للراجل ده، لو جيت اقول له كده ال اس بلوك عندي لسه مش شايفها خلاص، فتعال اعمل له ديسكفري مره تانية ها لسه برضو مش شايفها. طيب انا كنت عامل اتاتش للكلام ده وشايفه تعال اعمل له اماونت كده سلاش ديف اس دي بي 1 عملنا لها اماونت. تعالى بعد ما عملنا لوجن هنا تعال نعمل ايه؟ اعمل لوج اوت لوج اوت اهون خلاص، وتعالى اعمل لوجن مره تانية خلاص، وتعالى بعد كده اعمل له ال اس بلوك. بص لي كده ايه اللي حصل؟ ها ايه اللي حصل؟ جاب الديسك الجديد. الديسك الجديد اللي انا شايفه ده انا عباره عن فايل موجود عند الاستورج مش عباره عن ها بلوك ديفايس موجوده عند الاستورج خلاص. تعال نعمل ماونت داش اي، ممكن اعمل كمان ام كي اف اس مش محتاج كمان، ممكن اعمل لها سي اف ديسك ديف اس دي سي نيو برايمري رايت الكلام دون كويت خلصنا
اتعمل اهو. ممكن اقول له بعد كده mkfs.xfs dev sdc1. خلصنا mount slash dev الاول كده. اعمل mkdir slash data و mount slash dev sdc1 slash data. خلاص طيب cat etc f step كده. ها ايه رأيك؟ mount dash a. ها ايه رأيك؟ محتاجة تاخد منك وقت دي؟ محتاجة ايه اختراع خالص؟ يبقى كل اللي هتعمله عند الكلاينت حاجتين اتنين بس، لا ثلاث حاجات. ثلاث حاجات: الحاجه الاولانيه حط اسم الايس كازي انيشيتور نيم، الحاجه الثانيه لو هتستخدم يوزر نيم وباسورد حطهم في ملف الايس كازي كونفيجريشن، الحاجه الثالثه اعمل ايس كازي ديسكفري ولوجن الايس كازي. ها وضحت؟ وضحت؟ طيب ثانيه واحده، تعال نعمل كده فيم اي تي سي F step. وأنماونت كده سلاش SRV وأنماونت سلاش data كده. عملنا لهم أنماونت الاثنين، ممتاز. فاضل لي بس لو عايز تمسح كل حاجة نفس الأمر اللي عملناه. بدل ما تعمل لوجن اعمل لوج اوت. لو عايز تنسخ، بالمناسبة انت عملت لوج اوت دلوقتي، لو عملت ريبوت ايه اللي هيحصل؟ السيرفر هيعمل لوجن مرة تانية. فاكر النود ستارت اب كان ايه؟ كان اوتوماتيك. فاكر السيتنج دي عند الكلاينت نفسه من شوية لسه شايفينها، عشان تمنع الكلاينت او تخلي الكلاينت ينسى كل المعلومات اللي عارفها عن السيرفر، ممكن تعمل ايه؟ تستخدم اوبشن اسمه ديليت. كده الكلاينت هينسى كل حاجة عن السيرفر كأنه ما شافوش قبل كده ولا عمره سمع عنه. ها وضحت؟ يبقى كده الكلاينت بتاعك رجع زي ما كان من غير ما تلمسه ولا كأنك لمسته. ها وضحت؟ حد عنده أي مشكلة في اللي أنا قلته؟ ها حد عنده أي مشكلة في الأيس كازي؟ النهارده خدنا اتنين سيرفيسز، خدنا الايس كازي سيرفيس وخدنا الدي اتش سي بي، الحمد لله خلصناهم تمام. ان شاء الله ممكن اشوفكم بكره، ممكن نكمل بكره ان شاء الله، ممكن نخش في مواضيع تانية، ممكن ناخد الاف تي بي سيرفر مثلا مع الان اف اس، حاجه كويسه تمام. اعتقد ان احنا خلصنا النهارده، معلش انا طولت عليكم النهارده، بس فرصه ان انا فاضل الاسبوع ده وانا ايه اطحنكم فيه بحيث تلحقوا تذاكروا كده شويه حاجات، يعني الواحد مش ضامن ظروف اليومين دول في الشغل يعني. تمام تمام اشوفكم بكره ان شاء الله، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.